نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنكمل البند رقم 7. تقريبا احنا الناس اللي حضرت معايا المحاضره اللي فاتت، ان شاء الله هنكمل التتبع واقتفاء الاثر. معلش احنا بنعتذر، طبعا المحاضره قفلت، كان الوقت انتهى اثناء الشرح، فان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض البنود الموصفه. فالبند 7.5.3 اللي هو التتبع واقتفاء الاثر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك زي ما انتم شايفين عندما يكون مناسب، يعني بعض المنتجات ما بينفعش او ما يعني ما بيبقاش في اتفاق بين العميل وبين الجهه الصانعه انها تحط علامه او تحط رقم الباتش او تحط تاريخ او تحط اللوجو بتاع الشركه، اللي هو عشان لو حصل في مشكله في المنتج اعرف ارجع بنتيجة هذا الرقم أو هذه العلامة اللي محطوطة على المنتج، وأعرف الإنتاج كان إمتى وفريق الإنتاج كان مين والكلام ده، زي ما هنشوف دلوقتي بالتفصيل إزاي بيتم. دي بتبقى بالاتفاق. في منتجات بيبقى متاح فيها إن أنا أعمل الكلام ده، وفي منتجات طبعًا ما بينفعش إن أنا أحط أثر بحيث إن أنا أرجع بيه وأعرف تاريخ الإنتاج ورقم الوردية والكلام اللي حصل فيه إمتى بالتحديد، عشان لو في مشكلة أعرف أعالجها. طيب في بالنسبة بقى للمتاح، إيه اللي بيتم بالظبط؟ هو باختصار اقتفاء الأثر ده تعريف بعرف بيه المنتج بتاعي أو الخدمة بوسائل مناسبة. يعني كل منتج على حسب، يعني ما ينفعش هو يعني مش حاجة ستاندر تمشي مع كل المنتجات. بيختلف من منتج لآخر على حسب طبيعة المنتج وشكله والخامة اللي مصنوعة منها. بقدر أحط رقم من الرقم ده يعرفني لو حصل مشكلة في المنتج أرجع تاني. يعني مثلا لو كان المنتج عبارة عن سبيكة معينة، فممكن عن طريق الأورنيك اللي أنا حصلنا بيه هذا المنتج اللي أنا بصب فيه السبيكة أعمل أرقام أو علامات أو رموز، تمام، واعمل لهم تعليمه بحيث ان انا كل رقم او كل رمز احطه اعرف ده بيرجع لايه. يعني ممكن اول رقم لو كتبت 1 مثلا يبقى ده رقم الورديه، لو عندي مثلا 3 شيفت او 2 شيفت في اليوم يبقى ده الورديه رقم 1. مثلا شرطه مثلا 15 يبقى انا عارف ده تم انتاجه 2015. 9 يبقى شهر 9، 3 يبقى يوم او يوم 3 في شهر 9 مثلا. يعني طبعا ممكن احط الرسمه بتاعت اللوجو بتاع الشركه بحيث لو العميل بيستلم المنتج ده من اكتر من مورد فيبقى على طول المشكله دي حصلت في منتج معين اعرف على طول انا جايبه من اي شركه او اي مورد، يعني من شكل اللوجو بتاعه. ولما ببلغ الشركه دي بالرقم اللي مصاحب للوجو يعرفوا على طول المنتج ده اتصنع في اي يوم وفي اي ورديه وفي اي سنه والكلام ده، تمام. يبقى زي ما انتم شايفين قيام المؤسسه بتمييز حاله المنتجات والعمليات من ناحيه القياسات ومتطلبات المراقبه. طبعا دي بتساعدني كتير جدا في عمليه المراقبه على المنتج. قيام المؤسسه بضبط وتسجيل التميزات النادره للعمليات والمنتجات حيث يكون اقتفاء الاثر فيها ضروري. يعني في بعض المؤسسات بيكون المنتجات بتاعتها من نوع الكريتيكال، يعني زي مثلا صناعه السيارات، يعني لو في اي خطا بينتج عنه حياه بني ادم. نفس الحكايه في صناعات الاغذيه او الادويه. الصناعات الحرجه دي موضوع تتبع الاثر بيبقى فيها مهم جدا، عشان لو حصل مشكله اقدر ارجع واعرف ايه اللي حصل في اليوم ده عشان يتسبب هذه المشكله، واقدر اعالج المشكله واقدر احاسب الناس اللي كانت متسببه في هذا العيب او هذه المشكله. اوكي يا جماعه، في اي سؤال في البند ده؟
طيب البند 754 اللي هو ممتلكات العميل. طبعا ممتلكات العميل ممكن تكون في شكل مثلا منتج نصف مصنع، ممكن تكون في دوكيمنت يعني رسمة هندسية، مانيوال، ايا كانت ايه هي ممتلكات العميل لازم المؤسسة تهتم بيها جدا وتعمل سيستم للحفاظ عليها. لازم كمان لو كانت دوكيمنت يبقى بتخضع زي ما شرحنا البند بتاع مراقبة الوثائق، فلازم تخضع للرقابة من الكواليتي اشورنس، لازم تحط لها كود وتحفظ في مكان مميز بحيث اعرف ارجع لها بسهولة. لو العميل غير في هذه الرسمة الهندسية اعرف ارجع لها، لو هو طلبها مني في اي وقت اعرف اديها له بسهولة. لازم المؤسسة بتميزها وتعمل على حمايتها وزي ما قلنا والمحافظة عليها بالطريقة المتاحة. طبعا لازم كمان تسجيل وتقديم التقارير المطلوبة للعملاء. لو حدث أي تلف للممتلكات دي يبقى أنا لازم أعمل لهم تقرير وأقول لهم إيه التلف اللي حصل فيها، بحيث إن هم يا إما مثلا يقبلوا تصليح هذا العيب اللي حصل، أو إن هم يبعتوا لي منتج غيره أو رسمة غيرها، أو يعني حسب الاتفاق ما بيتم بيني وبين العميل ممكن أتحمل تمنها لو هو ما وافقش يعني إن هي تعدي كده. فدي بالنسبة لممتلكات العميل مهم جدا إن إحنا انتوا عارفين طبعا الايزو بيهتم جدا بالعميل، فلازم نهتم بممتلكاته ايضا. البند 755 اللي هو حفظ المنتج. طبعا المنتجات بعد ما بيتم الانتاج بتاعها وبيتفتش عليها تمام، بتبقى في مكان ما ستاند باي لغايه ما بتوصل للعميل. المكان ده لازم يتم حفظ المنتج فيه بطريقه سليمة، زي ما هنشوف البند بيتكلم بيقول قيام المؤسسة بحفظ ما يفيد تماثل المنتجات والعمليات لتكون متوافقة مع متطلبات العملاء أثناء العمليات المختلفة حتى وصولها إلى مراحلها النهائية. والكلام ده بيشتمل على موضوع التميز والتعريف اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو اقتفاء الأثر. لازم أكون مميز المنتجات بتاعتي ومعرفها، عملية التداول، عملية التعبئة والتخزين، كل ده بيكون لازم يتم طبقا لمتطلبات العملاء بتوعي، وعملية الحماية لغاية ما يوصل للمنتج. يعني لو فرضنا ان في منتجات لازم تتحط في درجة حرارة معينة او نسبة رطوبة معينة، او مثلا لو كانت صناعات الخزف يعني ممكن ما ينفعش ان انا يعني يبقى فيه لود على المنتج، يعني بيبقى فيه مشترط يعني اشتراطات كده ارتفاع الصناديق، يعني مثلا ما يتحطش اكتر من 3 صناديق فوق بعض، لازم في فواصل معينه. يعني كل ده بيتم حسب متطلبات العميل في موضوع الباكينج، في موضوع التخزين، في موضوع الحمايه للمنتج لغايه ما ينقله ويوصل للعميل بسلام. هندخل بقى في عملية الكواليتي كنترول اللي هو البند 7-6، وأهم نقطة فيها اللي هي عملية المعايرة، المقصود بيها اللي هي ضبط أجهزة القياس والمتابعة، يشمل ذلك المواصفات. مواصفات إيه بقى حضرتك؟ لا، ما احنا مواصفات الانتاج ده خلاص تمت اثناء الانتاج، احنا بنتكلم على حفظ المنتج بعد ما انتج، يعني بعد ما بقى منتج نهائي واخد افراج من مراقبة الجودة تمام. هبدأ ان انا هحطه مثلا في المخازن، يتعمل له باكنج، يتغلف بطريقة معينة حسب مواصفات اللي جاية لي من العميل لغاية ما ابدأ احمله ويوصل للعميل.
لكن مواصفات الانتاج دي خلاص خلصنا منها في عمليه الانتاج نفسها. تمام. نيجي بقى لعمليه ضبط اجهزه القياس والمتابعه. لازم المؤسسه تحدد القياسات المطلوبه والاجهزه، اجهزه القياس والمتابعه للتاكد من مطابقه المنتجات والخدمات والعمليات للمتطلبات الخاصه. طبعا الاول لازم يبقى عندي حصر بجميع الاجهزه اللي في الشركه. ببدا اشوف تواريخ المعايرات بتاعتها. طبعا اول معايره بتتم طبقا للكتالوج اللي جاء مع المكنه، بيقول ان مثلا الجهاز ده تعاير من الجهه المصنعه بتاريخ كذا، والمفروض مواعيد المعايره بتتم كل سنه او كل 6 اشهر او كل شهر او كل يوم لو كان الجهاز بيعمل المعايره بطريقه ذاتيه، يعني العامل هو بيظبط الجهاز كده بطريقه معينه. في اجهزه بيحصل فيها كده فعلا، ان هو قبل ما يشتغل بيعايره الاول عشان يتاكد من القياسات بتاعته صحيحه. وفي اجهزه لازم تروح جهه خارج المصنع عشان يتم معايرتها، وبيدوك شهاده. الشهاده دي طبعا بتتحفظ في سجلات الخاصه بالجهاز ده علشان لما يتم التفتيش عليها. في كمان ليبل بيتعلق على الجهاز بالميعاد القادم للمعايره بتاعت، عشان يبدا الشخص المسؤول عن موضوع المعايره على طول موضوع افيليبل قدامه، يعني يبقى عارف الجهاز ده هيروح امتى يتعاير والكلام ده. ده بعمله ليه؟ عشان اضمن ان الجهاز عنده القدره على القياس، عمليه القياس ومطابقتها للقياسات المطلوبه. عند الضروره يجب ان تكون اجهزه القياس والمراقبه. طبعا البند 7-6 بيكمل عمليه المعايره، بيقول ان المعايره لازم تكون مظبوطه بصفه دوريه او قبل الاستخدام، زي ما انا قلت لكم ان هو في اجهزه بتعمل معايره ذاتيه، يعني قبل الاستخدام في بعض المفاتيح كده بيبقى طبقا للمانيوال حضرتك بتضغط عليها فهو اوريدي بيقوم بعمليه المعايره لنفسه ويديك القرايه ان هو تمام، تبدا حضرتك بعمليه القياس بعد كده. طيب في شويه حاجات هو بينبهنا ليها ان احنا لازم نتاكد منها، ان لازم يتم ضبطها او اعاده ضبطها عند الضروره. لازم تكون محميه من الضبط اللي بيؤدي لفساد المعايره. لازم تكون محميه من التلف او الفساد اثناء التداول والاستخدام والتخزين. يعني في بعض الاجهزه بتبقى حساسه جدا، اللي هي الاجهزه الصغيره اللي هي متداوله في الايد زي الكاليبر، زي الاجهزه كده بتبقى للقياس، ممكن لو تعرضت لخبطات او للتلف فعلى طول حتى لو انا معاييرها ممكن يحصل اختلاف في القراءات بتاعتها. كمان بالإضافة إلى قيام المؤسسة بالمساعدة على تسجيل إقرار أي نتائج قياسات سابقة مطابقة للمتطلبات عندما يكون الجهاز معاير. لازم كمان المؤسسة تقوم باتخاذ أي إجراءات مناسبة على الجهاز أو المنتج أو الخدمة المتأثرة. لازم كمان تسجل نتائج المعايرات والتحقق ويحتفظ بيها. زي ما قلت لكم أي جهاز تمت عليه المعايرة الشركة اللي عايرته، إذا كانت شركة خارجية أو أنا بعايره داخل المصنع، يبقى في نتائج هذه المعايرة لازم تتسجل، ولازم أعمل شهادة للجهاز إن هو تم معايرته بتاريخ كذا وأسجل فيها النتائج، ولازم أعمل لها عملية حفظ في السجلات. على طول موضوع المعايرة ده مهم جدا أثناء المراجعات الداخلية، يعني او الخارجيه كمان لازم طبعا، لان لو الجهاز اللي هو بيقيس المنتج او قراءات المنتج في خلل يبقى كل قراءاتي على المنتجات غير دقيقه، وبالتالي ممكن المنتجات بتاعتي مفيش اي ضمان على انها سليمه. يتم تقييم قدره برامج الكمبيوتر في مراقبات او قياسات معينه، ويتم هذا قبل بداية الاستخدام ويتم التأكد منها عند الضرورة. لو كانت الأجهزة بتاعتي بتعمل يعني بتكنولوجيا أحدث، فالقرايات بتتم ببرامج
كمبيوتر والكلام ده، فلازم أتأكد من صلاحية هذه الأجهزة قبل الاستخدام. طيب هنا زي ما احنا بنخلص البند رقم 7 كده انتهينا منه. زي أي عملية بيبقى ليها مدخلات وليها مخرجات. تحقيق المنتج، احنا قلنا لازم يتم عملية التخطيط لتحقيق المنتج، لازم يبقى فيه متطلبات عميل، لازم رد فعل العميل في العمليات السابقة، لازم يبقى فيه كمان ملكية العميل. كل دي في الانبوت بتاع البروسيس او انتاج المنتج نفسه. اثناء الانتاج بيتم عملية المراجعة والتنفيذ لعملية الانتاج، وبعد كده بيحصل مراقبة وقياس على المنتجات اللي تم انتاجها. المخرجات بيكون تقديم الخدمة او المنتج للزبون او للعميل، متابعة العميل وعمليات ما بعد البيع. لازم دي مهمة جدا، بتساعدني كمان على موضوع التطوير المستمر. البند 8 بقى هنبدأ 8.1 اللي هو التخطيط. موضوع التخطيط يا جماعة موضوع مهم جدا جدا، فعايزين نهتم بيه ان جنرال، يعني مش بس عشان الايزو. فاحنا هنا بيعرف التخطيط، بيقول قيام المؤسسة بتعريف وتخطيط وتطبيق اعمال المتابعة والقياس والتحليل والتحسين المطلوبة. ليه بيتم التخطيط؟ ليه يعني الكلام ده؟ لان لتوضيح مطابقة المنتج للخدمة، لضمان تطابق نظام الجودة، للتحسين المستمر لفاعلية نظام الجودة. يجب أن يشمل هذا تحديد طرق التطبيق ومنها الأساليب الإحصائية ومدى استخدامها. البند 8.2 اللي هو المتابعة والقياس. المتابعة والقياس ممكن أقيس عن طريق أكثر من عنصر. أول عنصر هو ذكره، لأن طبعا العميل عندنا من الدرجة الأولى في موضوع الأيزو، فهي عملية إرضاء العميل. دي أول حاجة ممكن أعمل لها عملية متابعة وقياس. هو بيعتبرها واحدة من القياسات لمعدل أداء نظام الجودة. يجب على المؤسسة مراقبة البيانات الخاصة باستجابة العملاء. أنتوا عارفين طبعا الشخص المسؤول عن خدمة العملاء بيبقى عنده نموذج استبيان أو استطلاع للرأي، كل فترة بيبدأ يبعته للعميل ويقيس رضاء العميل عن طريق هذا الاستبيان، ويبدأ يسجله ويعمل بيه عمليات إحصائية ويشوف العميل مدى إرضائه أو نتيجة البيانات اللي هو سجلها الكيرف بتاعه يعني بقى شكله ازاي، هل فعلا في صعود ولا في وقت معين كان في دروب. يعني يبدأ يقيس، والمتابعة مهمة جدا علشان يعرف ايه اللي حصل في الفترة دي خلى العملاء مش راضيين، ويبدأ يحسن ويبدأ يعالج. فأول نقطة مهمة جدا هي عملية إرضاء العملاء في عملية المتابعة والقياس. النقطة الثانية اللي هي المراجعات الداخلية. بعد كل مراجعة بسجل عدم المطابقة اللي حصل في الأقسام كلها أو في الأنشطة كلها بتاعة المؤسسة، ونتيجة هذا التسجيل ببدأ برضو بعد فترة أو في نهاية السنة أبدأ أعمل عملية قياس للمراجعات الداخلية، سواء تمت مراجعتين أو أكتر. ببدأ أشوف هل نقاط عدم المطابقة بتقل ولا بتزيد ولا ثابتة، وابدأ أعمل دراسة وتحليل لأسباب هذه المشكلات وهل اتحلت ولا ما زالت موجودة. فطبعا المراجعات الداخلية مهمة جدا جدا، إنها بتديني ألارم كده إن في خطورة هنا على السيستم أو فعالية السيستم. فهنا الشرح بيقول قيام المؤسسة بعمل مراجعات داخلية دورية لتحديد كون نظام الجودة. هنا بيقول لك ايه اسباب ان انا اعمل عملية المراجعة الداخلية. زي ما شرحنا في البرنامج التاني،
أول حاجة لازم أشوف نظام الجودة متطابق مع الترتيبات المخططة وكذلك متطلبات نظام الجودة اللي هي المواصفة الأيزو، المقصود هنا متطلبات نظام الجودة الذي تم إنشاؤه في المؤسسة. هل تم تطبيقه والحفاظ عليه بفعالية ولا لا؟ كل ده هعرفه نتيجة المراجعات الداخلية. يجب تخطيط برنامج مراجعات مع الوضع في الاعتبار أهمية العمليات والمناطق المراجع عليها وكذلك نتائج المراجعة السابقة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك وأنت بتعمل الخطة بتاعة المراجعات بحط في الاعتبار المراجعات اللي قبل كده. لو كان مثلا عندي قسم من الأقسام كان عنده نتائج عدم مطابقة كتيرة جدا، عنده مشكلة يعني، فأحط في الاعتبار إن أول مراجعة هعملها هحط القسم ده، تمام؟ ممكن أزود له عدد المراجعات، يعني ممكن أعمل له مراجعتين ثلاثة غير الأقسام التانية. ممكن كمان أحط في الاعتبار أهمية العمليات، يعني في بعض الأنشطة هركز عليها أكتر من أنشطة تانية. يعني ممكن مثلا لو أنا عندي شركة صناعية يبقى أنا ههتم مثلا بالإنتاج والصيانة أكتر ما ههتم مثلا بقسم الـ HR، تمام؟ ففي أهمية العمليات هنا هراعيها أثناء عملية التخطيط للمراجعة. يعني مش شرط بس ان انا ازود لها عدد المراجعات، انا ممكن كمان ازود عدد الساعات، ازود التشيك ليست بتاعتها، ادخل في التفاصيل شوية غير الاقسام التانية اللي انا همر عليها كده مرور الكرام. يعني كمان خواص المراجعة والمجال بتاع المراجعة ومعدلاتها والوسائل المستخدمة يجب تعرفها أثناء التخطيط. يعني حضرتك وأنت بتحط الخطة لازم تحط بنود المواصفة اللي هتراجع على كل قسم من هذه الأقسام، لازم أحط الوسائل المستخدمة، يعني أنا حضرتك هستخدم المواصفة بس ولا هستخدم كمان الإجراءات والتعليمات. لازم أبين للمراجع عليه هو هيتراجع على إيه عنده بالظبط. كمان لازم يتم اختيار مراجعين داخليين. اعمل ستاف كده من او فريق مراجعين يتم تأهيلهم، وزي ما حضراتكم كده ان شاء الله هتاخدوا شهادة ان انتوا اتأهلتوا مراجع داخلي. ويتم طبعا عمل اجتماع قبل عملية المراجعة ويبقى معاهم الاجراءات او التعليمات ومعاهم نسخه من المواصفه عشان يبداوا يعملوا التشيك ليست للاقسام. وطبعا بيبقى معاهم الانفيتيشن الدعوه زيه زي المراجع عليه بالظبط، امتى هيراجع وهيراجع على مين والتوقيت من الساعه كام للساعه كام زي ما شرحنا بالظبط في البرنامج الثاني. عدم قيام المراجعين بعملهم الخاص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما احنا قلنا ان المراجع لازم يكون مستقل. يعني ايه مستقل؟ يعني ما ينفعش يروح يراجع على الاداره اللي هو اصلا بيشتغل فيها. في سؤال، كمهندس اذا كنت مراجع داخلي او خارجي على منتج مبني هل اقوم بالمراجعه على الاجهزه التي استخدمت في تشييد هذا المبنى؟ أما يكفي المراجعة؟ مش عارفة السؤال اللي راح فيه. أما يكفي بالمراجعة على الأجهزة التي استخدمت في تشييد هذا؟ خليك بتتكلم على مراجعة إيه؟ أنت يعني مباني مثلا هنا ولا بتتكلم إيه؟ المنتج هو عبارة عن إيه؟ عايزة أعرف المنتج اللي حضرتك تقصده مبنى؟ إحنا بنتكلم بقى شغل مقاولات وكده؟ لا، احنا المراجعات اللي احنا بنقصدها دي حضرتك ما بنقصدش مراجعه على مباني، احنا بنتكلم على منتج، تمام؟ احنا بنتكلم على منتج. شغل المقاولات ومراجعه المقاولات ده موضوع تاني خالص غير اللي احنا بنتكلم فيه. احنا حضرتك بنتكلم على مراجعه منتج، يعني زي شركات صناعيه أو منتجات أغذية أو أدوية،
تمام، او اي مجال تاني بنحدد. تمام، المبنى هو منتج، لكن حضرتك بتتكلم على الاجهزه والكلام ده، احنا ما بن يعني بص حضرتك، الاجهزه والحاجات دي دخلت في بند المراجعه المعايرات. لما بقى يعني اراجع على جهاز، يبقى انا حضرتك براجع على البند الخاص بالمعايره بتاعت الجهاز وكفاءه الجهاز والكلام ده، ده حاجه تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم فيه. انا بتكلم على مراجعه داخليه بيتم، مش كمان على المنتج على التكنيكال. يعني انا ما بدخلش هنا في التكنيكال صناعه المنتج، انا بتكلم على زي ما انتوا فاهمين المراجعه هنا بتتكلم على المواصفه ايزو 9001. يبقى انا براجع على ايه يا جماعه؟ مين بقى اللي هيرد؟ لا، انا بتكلم يا جماعه لما بقول مواصفه براجع على مواصفه 9001، يعني براجع نظام اداره جوده. مفهوم؟ نظام اداره جوده، بشوف السيستم متطبق ولا لا، ما بدخلش في التكنيكال، سواء مباني سواء صناعه سواء اغذيه او ادويه، ما بدخلش في التكنيكال. لكن انا بقول ايه؟ انا السيستم بتاعي فيه مجموعه اجراءات، والله الراجل بتاع الانتاج او بتاع المباني كتب في الاجراء بتاعه ان بيقوم عشان ينتج هذا المنتج او يبني هذا المبنى بيعمل مجموعه خطوات. انا في كدوري كمراجع داخلي بتاكد انه فعلا مطبق اللي هو كتبه، لكن ما بدخلش في الخصائص الفنيه بتاعه المنتج. مين اللي بيدخل في الخصائص؟ مراقبه الجوده وليس المراجع الداخلي. يعني حضرتك هنا ما تبقاش اسمك مراجع، حضرتك اسمك مراقب جوده. لو هندخل في تفاصيل المباني وشغل المقاولات ونسبه الحديد قد ايه والاسمنت قد ايه ومش عارف الحاجات التكنيكال دي، يبقى حضرتك مراقب جوده وليس مراجع داخلي. مراجع داخلي حضرتك بتتاكد من النظام فقط، هل النظام مطبق بفعاليه ولا لا. نظام ايه؟ اللي هو نظام الجوده، اللي هي بشوف بنود المواصفة 9001 بتقول ايه، اوكي، واشوف كل قسم فيما يخصه من البنود وهل هو مطبقها طبقا للسيستم اللي مكتوب في المؤسسة بتاعته ولا لا. احنا شرحنا البرنامج التاني باستفاضة، ومفروض الناس بقى خلاص دلوقتي بقت ما شاء الله مراجع داخلي فعال، ويعرف يعمل يقوم بعملية المراجعة الداخلية ايا كان نوع النشاط. واحنا ركزنا كويس قوي ان الايزو 9001 لا يشترط نوع النشاط او مجال عمل مؤسسي. النهارده الايزو ممكن مدرسه تاخد الايزو، ممكن شركه، ممكن مستشفى، ممكن مصنع ادويه، ممكن مصنع اغذيه، شركه مقاولات، شركه سياحيه، فندق، ايا كان نوع الخدمه او الصناعه ممكن يحصل على ايزو 9001. والايزو 9001 بيؤهل هذه الشركه او هذه المؤسسه ايا كان نوع نشاطها انها تعد نظام اداره جوده. مفهوم يا جماعه؟ يبقى انا بنشئ نظام اداره، بس الاداره دي طبقا لبنود الجوده. مفهوم؟ طيب، اللي كتب لي سؤال مقتنع طبعا، يمكن ان يتم ضبط الجوده في مجال المقاولات عن طريق تطبيق هذه الاجراءات على عمل الشركه. بالظبط كده، انما عشان حضرتك تدخل في موضوع مواصفات وخصائص فنيه لشغل المقاولات، يبقى نرجع لمهمه مراقبه الجوده وليس مهمه المراجع الداخلي. تمام، تحت امرك طبعا يعني، بس يا رب اكون وضحت لحضرتك المفهوم من ان انا بعمل مراجعه داخليه. انا بعمل مراجعه داخليه على نظام اداره الجوده. تمام؟ طيب، الجزئيه عدم قيام زي ما قلنا المراجعين بعملهم الخاص. يعني ما ينفعش انا في قسم المشتريات والاقي ان انا دوري كمراجع هراجع على اداره المشتريات.
طبعا ما ينفعش، ولا حتى اراجع على حد من ادارتي. يعني لو كانت المشتريات والمخازن يتبعوا اداره واحده، يبقى ما ينفعش المراجع بيشتغل في المشتريات يراجع على المخازن وهكذا. يجب انشاء اجراء موثق لتحديد مسؤوليات ومتطلبات تخطيط واجراء المراجعات. لازم طبعا بند المراجعات الداخليه من ضمن الاساسيات اللي طالبنا بيها الايزو ان احنا نعمل لها اجراء. وهذه الاجراء من ضمن الست اجراءات المطلوبه اجباري. يعني في بعض الشركات تقوم بعمل 6 اجراءات فقط وده بيقبل. ليه؟ لان الايزو المواصفه بتقول كده، ولكن احنا بنعتبرها دي الحد الادنى من ال6 اجراءات اللي احنا اتكلمنا عليهم. فالمراجعات الداخليه من ضمن ال6 اجراءات دول. يجب ان تضمن الاداره المسؤوله عن المكان المراجع عليه تحقيق الاجراءات المطلوبه في الميعاد المحدد بدون تاخير للتخلص من حالات عدم مطابقه واسباب. طبعا احنا قلنا بعد المراجعه ما بتتم بيبقى فيه نتيجه المراجعه نقاط عدم مطابقه. كل نقطه من دول اتعمل لها اجراء تصحيح. تمام. الاداره اللي تراجع عليها لازم تضمن لي انها هتحقق الاجراءات دي او انها هتصحح هذه النقاط عدم المطابقه في الميعاد اللي تم تحديده في الاجراء التصحيحي. اعمال المتابعه يجب ان تشمل عمل التحقق من الاجراءات المتخذه وتقديم تقارير بنتائج ذلك للتحقق. يعني حضرتك كمراجع داخلي مش بس قمت بدورك في عمليه المراجعه وانتهى الموضوع لغايه كده، لا، لازم حضرتك تقوم بعمليه المتابعه لنتائج المراجعه عن طريق الكوركتيف اكشن او الاجراء التصحيحي اللي انت عملته، وتشوف هل فعلا تم الانتهاء او تصحيح عدم المطابقه ولا ما زالت مفتوحه. البند 8.2.3 اللي هو متابعه وقياس العمليات. قيام المؤسسه بتطبيق طرق مناسبه لمتابعه وقياس عمليات نظام الجوده، وتلك الطرق يجب ان توضح استمراريه او امكانيه العمليات لتحقيق النتائج المخططه. عندما لا تحقق النتائج المخططة يجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية وعمل التصحيحات المناسبة لضمان تطابق المنتج. تمام كده يا جماعة؟ طيب احنا لسه في البند 8.2.4 اللي هو مراقبة وقياس المنتج أو الخدمة. لازم المؤسسة تقوم بمتابعة وقياس خصائص المنتج أو الخدمات للتحقق من أن متطلباتها قد تحققت، ويتم ذلك خلال المراحل المناسبة من عمليات تصنيع المنتج أو أداء الخدمة مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات المخططة. يعني طبعا حضرتك لازم في اللي بيقوم بهذا الدور اللي هو مراقبة الجودة، لازم طبعا المراقبة تتم أثناء العمليات نفسها، يعني اللي هي بنسميها in process control. وبعد ما يبقى منتج نهائي برضو بقوم بعملية القياس أو المتابعة أو المراقبة على المنتج، وأتأكد أو أتحقق من إنها مطابقة لجميع المتطلبات. طبعا لازم يقوم بحفظ الأدلة على المطابقة. يعني مثلا المنتج اللي أنا هكتب عليه أكسبت، لازم يبقى عندي تقارير تؤكد إن المنتج فعلا مقبول نتيجة إيه؟ نتيجة هذه القياسات. على فكرة هنا كان معايير القبول، عشان في ناس كتير ما بتبقاش موضح عندها يعني ايه معايير القبول. يعني حضرتك انا كمراقب جودة لما اديك شيت عشان تقول لي ده اكسبت ولا ريجكت، او يعني مقبول ولا مرفوض، لازم اديلك معايير اللي بيها حضرتك تقبل ولا ترفض.
يعني مثلا لو حضرتك بتقيس ابعاد يبقى انا اقول لك لو البعد اكبر من مثلا 5 سنتي او 5.5 ارفض، لو ما بين الخمسة والخمسة ونص اقبل، تمام؟ يعني لو زاد عن 5.5 ارفض. يبقى دي اسمها معايير القبول. يعني انا لما اقول المنتج ده اكسبت، نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا عندي ريفرنس لازم ارجع له واشوف هل المنتج مطابق نتيجة هذا الريفرنس ولا اقبل ولا ارفض. اوكي، طيب يجب ان توضح التسجيلات المسؤول او المسؤولين عن الافراج عن المنتج. المسؤولين مين بقى؟ اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في مراقبة الجودة، هم دول المسؤولين عن افراج المنتج. او على حسب كل شركة، يعني ممكن ان مراقب الجودة لازم يرجع لمدير الجودة او مدير الانتاج، والشخص المسؤول في النهاية عن، يعني افرض ان، ودي بتحصل كتير ودايما بيحصل مشاكل بين الانتاج والجودة نتيجة ان الليفل او البوزيشن بتاع مدير الانتاج بيكون اعلى شوية من مراقب الجودة. فلو مراقب الجودة رفض مثلا نسبة الانتاج بنسبة 30% او 20%، فطبعا دي حاجات بتزعج الناس بتوع الانتاج، فيبدأ هو يقول لا اقبلوا كمان 10% اللي مثلا في الرينج من كذا لكذا مقبول. فطبعا ده بيخالف الناس مراقبين الجودة، ولكن هو بيعمل ده على مسؤوليته الخاصة وبيبقى ضامن ان العميل هيقبل. دي بتحصل كتير جدا، فده بيتم بتوقيع خاص من هذا الشخص المسؤول عن عملية افراج المنتج. افراج المنتج يعني ايه؟ يعني السماح له بانه اكسبت او ان هو يخرج بره المصنع على انه منتج سليم. طيب، لا يتم الافراج عن المنتجات حتى تتم جميع الترتيبات المخططة بصورة مكتملة، وإلا فإنه يتم الموافقة واعتمادها من السلطة المختصة، ويجب أن يكون هذا مقبول بواسطة العميل. يعني مثلا زي ما احنا قلنا، لا، 6 سيجما دي حاجة أرقى شوية من اللي احنا بنحكي فيه. 6 سيجما حاجة متطورة، ودي من ضمن الأساليب اللي بتساعدني على عملية التطوير والتحسين المستمر. ضبط حالات عدم المطابقة، قيام المؤسسة بضمان ان المنتج او الخدمات التي لا تطابق مع المواصفات يتم تمييزها وضبطها لمنع الاستخدام غير المقصود او الخاطئ او تقديمها للعميل. يعني ايه؟ يعني حضرتك مراقبة الجودة خلاص افرجت عن بعض المنتجات ورفضت بعض المنتجات، المرفوضات دي احنا بنسميها حالات عدم المطابقة. طيب، هنا بقى الايزو اشترط من ضمن السيستم، الحاجات المهمة جدا في السيستم، ان هو قال لك لازم تميز، وغالبا بيحط لها لون احمر، هو هنا مش مذكور الالوان، لكن عادة لازم تميز، تحط كده في مكان ويتحط لها يافطة ان دي منتجات مرفوضة. غالبا يتحط لها مثلا شريط ونحوط بيه المكان لو كانت مثلا منتجات من الحجم الكبير مرصوصة على الارض، فلازم تحط في مكان ما تبقاش مختلطة مع المنتجات السليمة، تحط في مكان تاني بعيد وتكون مميزة ومكتوب عليها ليبل كده باللون الأحمر إن دي ممنوع الاقتراب أو ممنوع استخدام أو ممنوع خروجها من المصنع، لازم عشان ما تروحش بالطريقة الخطأ للعميل وبعدين نفاجأ بإن العميل عامل لنا شكوى ومرجع نص الإنتاج على إنه إنتاج غير سليم. لازم كمان اعمل اجراء موثق يشرح لي فيه انا ازاي حميز المنتجات الغير مطابقة قريب من كذا. لازم اعمل اجراء يوصف كل هذه الخطوات، ولازم كمان احدد فيه المسؤول عن هذا الاجراء، يعني شخص من الناس بتوع الكواليتي كنترول او شخص من الانتاج بيكون او من المخازن بيكون مسؤول عن هذا البند. لا، حضرتك هنا بتقول ان هو بيصنف المنتجات حسب الجودة اللي هو مثلا فرز اول وتاني وتالت، ده موضوع تاني خالص، لكن انا بتكلم على المنتجات المرفوضة.
المنتج اللي هو لا يسمح له بالخروج من المصنع. في بعض الشركات ده بيكون بالاتفاق مع العميل ان هي مثلا فرز تاني هتبيعه بسعر اقل، وفرز تالت هتبيعه ده كل ده من ضمن التمييز اللي احنا بنتكلم عليه برضه. خلاص، لكن احنا لما بنقول منتج مرفوض نهائيا غير مسموح له، ممكن هنا بقى انا ساعتها هقول انا هتصرف فيه ازاي، هبيعه فرز تالت بسعر كذا، خلاص هكتب عليه. لو انا هعيد تشغيله مرة اخرى هكتب عليه. لو انا مثلا هبيعه خردة برضو هتصرف، يعني المنتجات دي لو انا بصنفها وبفرزها تاني للمرة التانية، عشان زي ما مشكور قال لنا الاستاذ، فما فيش مشكلة، لكن كل ده يكون بتصنيف بالتفصيل موضح باجراء ومحطوط في مكان مميز ومحطوط ليبل بيقول لي ده فرز اول، ده فرز تاني، ده فرز تالت، ده مرفوض نهائيا، ده هيتباع، ده هيترمي. يعني في منتجات ما ينفعش ان انا اصلحها مرة تانية او لا حتى اعيد تشغيلها اعملها خردة، فبتصرف فيها وبتخلص منها خارج المصنع. اوكي. البند اللي بعد كده، احنا كده البند 8 اللي هو 8.2، احنا اتكلمنا على العميل اذا كان بحدد رضاء العميل او شكاوي العملاء، المراجعات الداخلية قلنا ازاي المخطط والغير مخطط اتكلمنا برضو عليه في البرنامج التاني. طيب سؤال، امتى بستخدم عمليات المراجعة الداخلية الغير مخططة؟ محدش عارف؟ طيب المراجعات الداخلية الغير مخططة يا جماعة بستخدمها في الحالات الآتية. لو احنا افترضنا ان احنا عاملين الخطة بتاعتنا هعمل مراجعتين او ثلاثة في السنة، كل مثلا 3 اشهر او كل 4 اشهر هعمل مراجعة. تمام؟ طيب نفترض ان انا نتيجة المراجعة الاولى ظهر عندي نقاط ميجور، نقاط خطيرة، عالي السيستم، فهضطر ان انا اعمل مراجعة بعدها بشهر. مراجعة دي بسميها غير مخططة، لان انا كنت عاملة الخطة في بداية قبل بداية السنة يعني، فمخططة كل 4 شهور هعمل مراجعة. فانا مش ممكن طبعا نتيجة المراجعة الاولى اللي فيها نقاط ظهرت خطيرة جدا هستنى 4 شهور عبال ما اعمل المراجعة التانية، فاروح عامله ضايفه مراجعه بعد المراجعه الاولى بشهر واقول يا جماعه انا هعمل مراجعه في الشهر 2 مثلا، لان السبب كان في مشكله في المراجعه الاولى وفي نقاط فهنضطر نصححها في خلال هذا الشهر، ونعمل عمليه متابعه في المراجعه الثانيه عشان نتاكد ان احنا غطينا هذه النقاط الخطيره. ده سبب. السبب الثاني، لو انا مثلا عندي زياره من العميل او من عميل جديد على المصنع، فاضطر ان انا اتاكد او اتحقق من فعاليه النظام قبل زياره هذا العميل بناء على طلب مثلا الاداره العليا، فاضطر ان انا اضيف مراجعه على الخطه بتاعتي وتكون دي مراجعه غير مخططه. السبب الثالث ان هي ممكن يكون عندي متابعه او من الجهه المنحه، تمام، فبضطر ان انا اعمل مراجعه غير مخططه قبل موعد زياره الجهه المنحه علشان برضو اتاكد ان زياره الجهه المنحه تعدي بسلام ونجاح ان شاء الله. اوكي، فدي اسباب المراجعات الغير مخططه. طيب عمليه المراقبه والقياس اتكلمنا عليها سواء على العمليات او على المنتجات. قلنا ضبط حالات عدم المطابقة، يتم التعامل مع حالات عدم المطابقة بواحدة أو أكثر من الطرق الآتية، إما إن أنا أعمل اتخاذ إجراء للتخلص من عدم المطابقة المكتشف، أو التجاوز المشروط بالاستخدام أو الإفراج يعني أو القبول بتجاوز فني بواسطة السلطات المسؤولة، أو اتخاذ إجراء بمنع استخدام أو دخوله في المنتج.
لازم طبعا احتفظ بالسجلات اللي هي الخاصة بحالات عدم المطابقة والقرارات المتخذة. انا يعني ايه القرار اللي انا اخدته نتيجة هذه المنتجات الغير مطابقة؟ يجب اعادة اقرار المنتج الغير مطابق والذي تم تصحيح التأكد من مطابقته للمتطلبات. يعني لو بعض المنتجات تم تصحيحها او اصلاحها فيبقى لازم اعمل عليه تاني اقرار المنتج، او ان انا اعمل عليه رقابة واتأكد انه هو فعلا مطابق للمتطلبات الخاصة سواء من العميل او متطلبات فنية. عند ضبط منتج او خدمة غير مطابق بعد استخدامه او وصوله للعميل، لازم المؤسسة تقوم باتخاذ الاجراء المناسب للتأثير. وهنا بقى هيظهر فايدة اقتفاء الاثر او التتبع الكود اللي احنا حاطينه على المنتج او على الخدمة، هرجع له تاني فهبدأ هنا منه اعرف المنتج ده كان ظروف انتاجه يوم ايه ووردية رقم كام واي مورد جبته منه والكلام ده كله. البند 8.4 بند مهم جدا يا جماعة، واثناء اي مراجعة ببدأ يعني اتأكد انه موجود في كل الاقسام او الادارات. موضوع تحليل البيانات، تمام. النهاردة في برامج كمان جاهزة بدخل لها البيانات تديني الرسم الاحصائي لهذه البيانات. فموضوع تحليل البيانات مهم جدا، فلازم المؤسسة تقوم بجمع وتحليل البيانات المناسبة لتحديد مدى ملائمة وفعالية نظام الجودة ولتحديد التحسين المستمر. وتشمل تلك البيانات معلومات اول حاجة عن ارضاء العملاء. قلنا ارضاء العميل هنا بيظهر معايا اهو المرة التانية في اول خطوة. مدى مطابقة المنتج، يعني التقارير الخاصة بقبول ورفض المنتجات لازم اعمل لها تحليل. كمان خصائص العمليات والمنتجات واتجاهاتها بما تشمله من إمكانية عمل إجراء وقائي. يعني ممكن ما يكونش حصلت المشكلة لكن نتيجة تحليل العمليات والمنتجات أتنبأ بحدوث مشكلة فأعمل إيه؟ أعمل إجراء وقائي. ممكن كمان عملية تقييم الموردين وأدائهم أعمل لها تحليل علشان أعرف الأداء بتاعهم ماشي عامل إزاي. يبقى إحنا هنا ممكن سؤال يقول لك إيه الحاج أو إيه البنود اللي ممكن أعمل تحليل البيانات ليها عشان التحسين المستمر؟ إحنا قلنا العميل أول حاجة، الأفعال أو الإجراءات التصحيحية والوقائية، عدم التطابق سواء لمنتج أو الخدمة، وأداء الموردين. طيب البند 5.8 برضو من البنود المهمة جدا اللي هي عملية التحسين. عملية التحسين المستمر لازم المؤسسة تبين لي او توضح لي ازاي هي بتعمل خطوات او افعال عشان تقوم بعملية التحسين المستمر في نظام الجودة وفعالية نظام الجودة. طبعا هنا مبين كذا خطوة ممكن عن طريقها ان انا اعمل تحسين مستمر. اول حاجة عن طريق استخدام سياسة الجودة واهداف الجودة. يبقى انا كل فترة بحسن من سياسة الجودة او بعدلها او بطورها، وطبعا بيتبعها تطوير الاهداف. يعني احنا لما اتكلمنا في التخطيط قلنا وشرحنا ازاي بكتب الهدف بتاعي بطريقة سمارت، فقلنا ان مثلا لو انا حاطط الخطه بتاعتي لمده 5 سنين فانا حاطط مجموعه اهداف توصلني لتحقيق هذه الرؤيه او الخطه بتاعتي، تمام. خلصوا 5 سنين يبقى انا بعمل عمليه تعديل او تطوير او بحط رؤيه جديده وبالتالي يتبعها اهداف جديده، تمام. ده المقصود باستخدام سياسه جوده، ان انا بحط رؤيه جديده للشركه وبالتالي بطور الاهداف بتاعتي. تاني نقطة مهمة جدا هي نتائج المراجعات، سواء كانت مراجعات خارجية أو داخلية أو مراجعة إدارة، أي نوع من أنواع المراجعات.
تمام، النتائج بتاعتها دي بتساعدني على ان انا اوصل دايما لمستوى احسن من اللي كنت عنده وقت المراجعه او قبل المراجعه. تحليل البيانات، البند السابق اللي احنا اتكلمنا فيه، طبعا كل ما بعمل عمليه تحليل بيانات المؤشر على طول بيوضح انا فين، فده لو انا ظهر عندي مشكله فببدا احسنها، يبقى انا كده كل فتره نتيجه عمليه التحليل بيانات بتلاقي ان احنا بنوصل لعمليه تحسين، فده بيساعدني ان انا ابقى دايما في التحسين مستمر. طبعا برضو النقاط المهمه جدا، نتيجه الاجراءات التصحيحيه والوقائيه، كل مشكله بعمل لها اجراء تصحيحي يبقى انا بحسن، كل مشكله او ان انا ما بستناش كمان ان المشكله تحصل بعمل اجراء وقائي، يبقى انا كده على طول بحافظ على مستوى اعلى من الاداء اللي المفروض اكون عنده. كمان مراجعه الاداره، مراجعه الاداره لو انا بعمل مراجعه فعلا فعاله بعرض فيها، احنا اتكلمنا عليها ليها انبوت وليها اوت، لو انا بدخل مدخلات بتاعه مراجعه الاداره بيكون فيها تقرير الاجراءات التصحيحيه كلها، بيكون فيها تقارير المراجعات الداخليه، بيكون فيها تحليل بيانات، بيكون فيها شكاوي العملاء، حاجات كتير نتيجه هذه عروض التقارير بطلع بشويه قرارات او توصيات. لو كانت فعلا فعاله يبقى انا بعمل تحسين مستمر. طيب البند 852 اللي هو الاجراءات التصحيحيه. قبل ما نتكلم في الاجراءات التصحيحيه يا جماعه، في حد عنده اي سؤال في اللي قلناه؟ تمام. الاجراءات التصحيحيه طبعا احنا شغالين فيها من اول الكورس بتاعنا. طبعا يجب على المؤسسه، ودي برده من ضمن الاجراءات السته المطالبين بيهم في بنود المواصفة، لازم اعمل اجراء اتكلم فيه ازاي هعمل نظام اجراء تصحيحي. فزي ما انتم شايفين يجب على المؤسسة ان تقوم باتخاذ اجراءات لازالة اسباب عدم المطابقة وذلك لمنع تكرار حدوثها. يعني وهنا بيوضح الفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي. تصحيحي يعني مشكلة فعلا حصلت وانا بعمل اجراء عشان اصلحها. اوكي؟ يجب انشاء اجراء موثق زي ما قلنا لتحديد متطلبات كل من مراجعه عدم المطابقه وتشمل شكاوي العملاء. يعني الاجراء التصحيحي هنا بستخدمه لثلاث حاجات. اول حاجه بستخدمه لشكاوي العملاء، ممكن استخدمه نتيجه المراجعه يكون فيها عدم مطابقه، ممكن استخدمه لاي حاله عامه. يعني ممكن لو انا عندي مثلا الراجل بتاع مراقبه الجوده اكتشف ان المرفوضات النهارده بنسبه عاليه غير امبارح وغير قبل كده وغير الاسبوع اللي فات، فممكن ان هو يعمل اجراء تصحيحي لان كده في حاله عدم مطابقه غير المعتاد. او اي حد شاف اعاقه او مشكله في النظام، المشتريات اخرت الطلب، الجهه الماليه اخرت الاموال، اي مشكله في السيستم ممكن هو يعمل اجراء تصحيح. تحديد اسباب عدم المطابقه، تقييم مدى الاحتياج لعمل الاجراء التصحيحي، تسجيل نتائج الاجراء التصحيحي المتخذ، مراجعه الاجراءات التصحيحيه المتخذه. هنا باختصار بيوضح لك ازاي تنشئ نظام لعمل الاجراءات التصحيحيه ومتابعته. تمام؟ طيب الاجراءات الوقائيه بقى، احنا قلنا الاختلاف ما بين الاجراء الوقائي والاجراء التصحيحي فرق بسيط جدا. في الاجراء التصحيحي المشكله حصلت، في الاجراء الوقائي المشكله لم تحدث. يعني مفيش مشكله من اساسه، ولكن في ايه؟ في تنبؤ بان ممكن يحصل مشكله بعد فتره زمنيه انا حتى مش عارفها. تمام؟ يبقى انا قيام المؤسسه بتحديد الاجراءات وذلك لمنع سبب حدوث عدم المطابقه. منع سبب ايه؟ حدوث عدم المطابقه، عدم المطابقه اللي هي المشكله المحتمله، ويجب ان يتماشى الاجراء الوقائي المتخذ مع مردود المشكله المحتمله. على فكرة ممكن أعمل نموذج واحد
اسميه اجراء تصحيحي او اجراء وقائي. في حاله استخدام مثلا مشكله حصلت اشطب على الوقائي، فلو مشكله لسه ما حصلتش اشطب، لان هما الاثنين سيستم واحد. بتخيل ان مشكله حصلت بكتبها وبتابعها بنفس الخطوات بتاعه الاجراء التصحيحي. يبقى هنا انشاء اجراء موثق لتحديد متطلبات كل من تحديد حالات عدم المطابقه المحتمله، يعني بس هي نفس اللي احنا قلناه لكن بزود كلمه المحتمله او المتوقعه، تقييم الحاجه لعمل اجراء لمنع حدوث عدم المطابقه، تحديد وتطبيق الاجراءات المطلوبه، تسجيل نتائج الاجراء الوقائي المتخذ. احنا كده تقريبا خلصنا المواصفة، كان اخر بند اللي هو 8-5 اللي هو عملية التحليل والتحسين. هنا بيشرح في صورة هرم التحسين المستمر والاجراءات الوقائية والاجراءات التصحيحية. احنا تقريبا كده محاضرتنا النهاردة انتهت. ان شاء الله ده البرنامج للناس اللي اول مرة تحضر، ده البرنامج الثالث. بدأنا بشرح المواصفة الايزو والبنود بتاعتها. ان شاء الله بعد كده ان شاء الله المحاضرة الجاية هيكون شرح بعض النماذج المستخدمة في توكيد الجودة. ممكن ندخل كمان معانا المراجعات الداخلية على اساس ان الشخص اللي هو المسؤول عن توكيد الجودة بيكون رئيس فريق المراجعين. فايه النماذج اللي بيستخدمها في المراجعه هنشرحها بالتفصيل. هنستخدم كل النماذج، جزانا الله اياكم شكرا، كل النماذج المستخدمه في مراقبه الوثائق ومراقبه السجلات. تمام، هنتكلم برضو نموذج شرح لكتابه الاجراء، هنتكلم شرح دليل الجوده بكتبه ازاي، هنتكلم برضو على سياسه الجوده، هديكم شويه امثله وطبعا انتوا احرار ان انتوا تستخدموها او كريفرنس بس ترجعوا له، او ان انتوا تصمموا نماذج اخرى، او ان انتوا تعملوا تطوير للنماذج اللي انتوا بتستخدموها زي ما تحبوا، ولكن احنا هنعرض شويه امثله عشان الدنيا بس توضح معاكم. الراجل بتاع توكيد الجوده او الانسه او المدام متخصصه في كواليتي اشورنس هيكون ايه دورها بالظبط وايه الحاجات اللي هي بتستخدمها. اوكي يا جماعه، طب في اي سؤال ان شاء الله قبل ما نختم؟ حضرتك بتقول انا قلت هنزل انواع الجوده للمجالات المختلفه، حضرتك تقصد ايه بانواع الجوده؟ طيب عموما يا جماعه لو في اي سؤال نزله لي على الجروب وان شاء الله انا ارد على كل اسئلتكم. وفي النماذج اللي انا بتكلم عليها دي هتلاقوها ان شاء الله نازله على الجروب، او لو في حاجه مش موجوده انا ان شاء الله هنزلها قبل المحاضره الجايه باذن الله. في اي سؤال يا جماعه؟ ارقام المواصفات، حاضر يا فندم، هنزل لك ان شاء الله كل المواصفات حسب المجالات الصناعيه المختلفه أو الخدمية أو أي مجال تاني. حاضر، أشكركم، إن شاء الله أشوفكم على خير الأسبوع الجاي في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.